المول هو وحدة لعد الأشياء، والمولر ماس هي عبارة عن وزن الواحد مول من المادة بالجرامات. عدد أفوكادرو هو رقم وجده أفوكادرو، إنه الواحد مول من أي مادة بيساوي بالضبط 12 جرام من نظير الكربون 12. عرف الاتوميك ماس يونت انه ذره واحده من الكربون نظير الكربون 12 تزن 12 وحده ذريه. فاذا عدد المولات لاي ماده بيساوي كتلتها على المولر ماس، او عدد الذرات اذا كانت عنصر على عدد افوكادرو، او اذا كانت مركب عدد المولكيول على عدد افوكادرو. من حسابات أفوكادرو، الواحد جرام من المادة بيساوي عدد أفوكادرو من الوحدات الذرية. فنأخذ أول مثال هنا، هيليوم is a valuable gas used in industry, low temperature research and deep sea diving tank and balloons. How many mole of helium are there in 6.46% جرام من الهيليوم؟ تفضل أحمد. number of moles بساوي الماس على المولر ماس، نعم. ف 6.46 قسمة 4.001 أظن، إيه صحيح، لحظة بس. فبتطلع 1.6. نعم، معطيني إنه الماس بتساوي 6.46 جرام. من الجدول الدوري بطلع المولر ماس للهيليوم، للهيليوم المولر ماس للعنصر هي الاتوميك ماس، لكن بوحدة الجرام بير مول، اللي هي 4.007 على ما اعتقد، اللي هي طبعا بكفي لو احتسبتها 4.003 جرام لكل مول. احنا بنعرف انه عدد المولات بيساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية. فإذا لو أعوض، أنا عندي 6.46 على 4.003، طبعا هنا عندي جرام وهنا عندي جرام لكل مول، إذا الوحدة الجواب بضل عندي مول أوف هيليوم، زي ما حكى زميلكم 1.61 مول. ننتقل للسؤال بعدي. زنك is a silvery metal that is used in making brass. يعني الزنك هو معدن لونه فضي يستخدم في صناعة البراس. البراس هو عبارة عن سبيكة بتتحضر من بنسبة 50% زنك 50% كبر. مثال عليها الأسلاك النحاس، اللي هي إحنا بنقولها أسلاك نحاس لتمديد الكهربائي المنزلي، and in plating iron، ويستخدم برضو لطلاء الحديد، نطلي الحديد بالزنك لأنه الزنك تأكسده صعب، to prevent الكوروجين، طبعا مين؟ to prevent الايرون كوروجين. How many gram of zinc are there in 356 في 1000 مول Zn؟ الآن عندي أنا عدد المولات من الزنك 356 مول زد أن، طالب مني الماس بالجرام قديش راح تكون عندي. أحمد تفضل. الماس ضرب لا النمبر اوف مولز ضرب الام ار اللي نعم، هو أول شيء بستخدم الجدول الدوري بطلع المولر ماس ل زد ان. أنا عندي عنصر المولر ماس هي نفسها الأفريج 65.38. أتوميك ماس أو الأتوميك ماس للزد ان. باستخدام الجدول الدوري بطلع الأتوميك ماس للزنك اللي هي 65.38 نعم 65 93 39% جرام لكل مول. بعدين عدد المولات عندنا ايش بيساوي يا احمد؟ ماس المال على الاي ار على او الام ار اي ار او الام ار ما هو نفس الاشي. بس اتفقنا نرمز لها المولر ماس.
اوكي ام اوكي اس. طيب انا بدي الماس، اذا هي عدد المولات في المولر ماس، وتساوي 0.356 جرام ضرب 65.39 جرام لكل مول. بيطلع عندي ال عفوا عدد ال هنا عدد المول، هذه ذكرت مولات. الجرام مول. اه طبعا هون عندي 0.356 مول، مول مع مول بروح بضل عندي جواب جرام اوف زد ام. 23.3. صحيح بيطلع 23.3. اوكي السؤال اللي بعديه، كربون 60 مولكيول از يوز ان باك مينستر فلورين او از كولد باك مينستر فلورين بيكوز ات از شيب ريسمبل ذا جيوديسيك دوم ديزاين باي ذا فيزيونري اركيتكت ار باك مينستر فولر. بحكي لنا انه الكربون بشكل جزيء، هذا الجزيء بيحتوي على 60 ذرة كربون. طبعا شكله بيشبه الكبة اللي صممها المهندس المعماري اللي هو باك مينستر فولاري فولر، فمشان هيك سموه فولارين او بسموه باك مينستر. السؤال هنا what is the mass in gram of one molecule of C60؟ عندنا احنا جزيء واحد، واحد مولكيول اوف كربون 60، ها اللي بدنا اياها كم من جرام، قديش عندنا الوزن الماس كم بالجرام. اول حاجة بنلاحظ انه الجزيء الواحد من كربون 60 على كم ذرة بيحتوي؟ يا مين رافع ايده؟ انت احمد وخطاب رافعين ايدكم من قبل، مين بحب يشارك اكثر؟ لا اذا بدك بعرف احله. شكرا احمد، بدنا نشوف الثانيين شاركوا. اللي رفعت ايد هلا شو اسمها؟ خديجة، خديجة. طيب تفضلي خديجة. 60 أتوم. اوكي اذا واحد مليكيول من الكربون 60 هو عبارة عن 60 أتوم. الآن صار عندي السؤال إنه أنا في عندي 60 ذرة كربون، قديش هذول وزنهم بالجرام؟ تفضل كملي. بنعمل على القانون N يساوي N عدد على المولات بيساوي عدد الذرات على عدد أفوكادو. قديش عدد الذرات عندي؟ 60 60 على على عدد أفوكادو 6.022 ب 10 قوة 23، فبيطلع عندي الجواب 9 كم نقطة مول 69. مول اوف كربون، اللي هي بتطلع تقريبا 9.9 ستة 6 نعم في 10 قوة سالب 24. الآن طلعت عدد المولات، أنا بعرف إنه عدد المولات برضه له قانون ثاني في الكتلة، على الكتلة المولية صح؟ شو مطلوب منا؟ اللي هي الكتلة الماس. الماس شو راح تساوي؟ عدد المولات في الكتلة المولية. بنعرف إنه عدد المولات قبل شوي حسبناه 9.96 10 قوة ناقص 24. الكتلة المولية هي كتلة، الكتلة هي الأتوميك ماس للكربون، وبالتالي حاصل ضرب الرقمين هذا بيكون عندي كم من جرام كربون؟ 1.197 واحد فاصلة تسعة سبعة ضرب 10 هو ناقص 21. ناقص 21. أحسنت، جرام
قول كاربون. لما بحط لكم هنا similar problems، يعني أسئلة في نفس الشابتر، يعني 3.20 بتعني في آخر الكتاب تشابتر 3، سؤال 20 نفس فكرة هذا المثال، سؤال 21 نفس فكرة هذا المثال، وهكذا بالنسبة لبقية الأمثلة اللي واردة عندكم. طيب نحل هذا السؤال. compute the mass of a sample of American containing 6 أتوم. في عندي 6 أتومز of الأمريكانوم AM، بده الماس بتاعيتهم بتساوي كم بالجرام. طبعا في طريقتين للحل، لاحظوا. رايح أنا أحل بالطريقتين. شكرا خطاب. الحالة الأولى بروح لجدول الدوري، أو بروح لجدول الدوري، بلاحظ إنه الماس للذرة الواحدة، الماس of 1 AM أتوم هي نفسها الأتوميك ماس، لكن بوحدة الوحدة الذرية اللي هي 243 أتوميك ماس يونت. فإذا أنا عندي 6 ذرات، ال6 ذرات وزنهن راح يكون الماس of 6 أتومز، 6 AM أتومز، راح يكون 6 ضرب 243 أتوميك ماس يونت، وبالتالي الجواب يكون وزنهم بالأتوميك ماس يونت، وطالب مني وزنهم بالجرام. هنا جواب يطلع 1 4 6 في 10 قوة 2، لا قوة 3 أتوميك ماس يونت. إذا بتحولهم لجرام، إحنا بنتذكر إنه 6.022 ضرب 10 قوة 23، الوحدة ذرية عبارة عن 1 جرام. طيب الآن كم وحدة ذرية عندي؟ عندي 1.46 × 10³ أتوميك ماس يونت، كم من جرام؟ بوجد إكس اللي هي بتكون الجواب لوزن 6 ذرات عندي من الأمريكانوم بالجرام. ف إكس بتساوي الماس أوف 6 AM أتومز إن جرام، وتساوي 2.42 × 10³ جرام. طبعا في طريقة ثانية إننا نحل. الطريقة الثانية أدي لنفس الجواب الأولى، لكن أنا بفضلها لأنها مختصرة. الشغلة الثانية بتتبع الحل اللي يعني اللي إحنا بنتبعه دائما. أول حاجة بقول بديش أطلع وزنها بالـ AMU 6 ذرات، وإنما بدي أطلع عدد المولات. بطلع على جدول الدوري، بقول بدي أطلع المولر ماس أو الأمريكانوم. مين بيعرف قديش المولر ماس للأمريكانوم؟ خطاب. 243. كمل. 243. بحط لك غلط عليه. سالي. ولا 243 جرام لكل جرام مول. على مول. جرام لكل مول. ايوه شكرا. جرام لكل مول. الوحدة بتفرق معنا. شوف لما احكي مولر ماس العنصر بده اخذ وحدته بالجرام لكل مول، لما احكي اتوميك ماس باخذ وحدتها اي ام يو، وبتكون وزن الذرة الواحدة. بدنا ندير بالنا هنا.
بينما المولر ماس هي وزن 1 مول في الجرام. إذا الآن الخطوة اللي بعديها أطلع عندي عدد المولات، من لأنه عندي عنصر اللي هي عدد الذرات على عدد أفوجادرو. تمام، عدد الذرات اللي عندنا 6 ذرات من الأمريكانو، عدد أفوجادرو اللي هو 6.022 في 10 قوة 23، بيطلع عندي عدد ذرات الأمريكانو تقريبا 1×10^-23 مول. الآن بستخدم إنه عدد المولات بيساوي الكتلة على المولر ماس، وبالتالي الكتلة اللي بدي إياها هي عدد المولات ضرب المولر ماس. عدد المولات هو 1×10^-23 في المولر ماس اللي هي 243 عفوا، بيطلع عندي الجواب بالجرام، اللي هو راح يكون عندي نفس جواب السابق هنا اللي هو 2.42×10^-23، يعني تقريبا بيطلع نفس الجواب. في حدا عنده سؤال؟ هنا هدول أنا حطيت أجوبتي الرأسا لأنهم سهلين. كمبيوت معناتها احسب، both the number of moles اللي هي n and the number of atoms اللي هو capital N of 10 جرام سامبل ألمنيوم. طبعا عندي 10 جرام من الألمنيوم، بروح للجدول الدوري، المولر ماس للألمنيوم 27، مشان هيك بقسم 10 على 27 بيطلع عندي عدد المولات. بعد هيك بعرف إنه عدد المولات هو عدد الذرات على عدد أفوجادرو. أنا بدي عدد المولات، عدد الذرات اللي هو number of atoms، عدد ذرات لأنه بحكي عن عنصر، بضرب عدد المولات في عدد أفوجادرو بيطلع عندي عدد ذرات الألمنيوم. هذا السؤال برضو نفس الحاجة، سيليكون تشيب اللي هي رقاقة من السيليكون تستخدم عادة في الدوائر الكهربائية بتاعية الموبايلز والكمبيوتر، has a mass of 5.58 ملي جرام. لاحظوا انه معطيني اياها بالملي جرام، مشان احولها لجرام بقسم على 1000. تمام، مشان اتخلص من الملي جرام احولها لجرام، لانه هذه الوحده اللي احنا متعودين فيها. How many silicon atoms are there in this chip؟ كم من ذره سيليكون اذا بده ان بروح للجدول الدوري برضه بطلع المولر ماس اوف السيليكون اللي هي بتكون 28، لأنه مولر ماس وحدتها لازم تكون جرام لكل مول. الآن عدد المولات هي الكتلة على الكتلة الجزيئية، فإذا الكتلة اللي عندي على 28 بيطلع عدد مولات السيليكون، بضرب عدد المولات في عدد أفوجادرو بيطلع عندي ذرات السيليكون. هنا نفس الإشي، calculate the number of moles of cobalt، عندي عدد ذرات N معطيني، بده عدد مولات and the mass of the sample. بنعرف إنه عدد المولات عدد الذرات عدد أفوجادرو، بطلع عدد المولات، الماس هي عدد المولات في المولار ماس. طيب calculate the molar mass in AMU for the following compound. لا سلفر دايكسايد ال SO2. بعرف انه في عندي ذرة كبريت وحدة، بعد كبريت وثنتين اكسجين، بروح للجدول الدوري، الكبريت وزنه إيه 32،
والأكسجين عندي ذرتين، كل واحدة 16 بالضبط. طبعا هاد تقريبا 0.03، نكتفي بهيك. عندي 32 و32 64. طالب مني المولر ماس. المولر ماس دايما بتكون بالاتوميك ماس يونت، المولر الموليكولر ماس عفوا، مش المولر ماس، الموليكولر ماس اللي هي اي ام يو. لو طلب مني المولر ماس اوف الاس او 2 سالي، بتعرف تجاوبي؟ قديش جواب سالي؟ معك دكتور، تفضلي، قديش الجواب بكون؟ المولر ماس لل SO2. ثواني بس، أول إشي بصير إني أعمل الـ EN راح احنا تساوي M على حسبناها، MS. حسبناها مجرد ايش بكون، 64 جرام64 على كل على مول. كل مول. طيب احنا شو طلعنا بالبدايه؟ الاس او 2 كان مطلوب منا مولكيولار ماس، لا المولكيولار ماس وحدتها اي ام يو، المولر ماس دائما جرام تقول مول. شكرا لك. طيب الان بدي حدا معه آلة حاسبة اذا سمحتوا، لاني مش حاسبهم انا. بدي عندي مولر ماس كفائيل سي 8 اتش 10 ان 4 او 2. مين معه آلة حاسبة اللي رفعوا ايديهم؟ ماريا معك آلة حاسبة؟ دكتور معي، طيب يلا، بس إذا دقيقة بدي أفكر. أحسب عندي 8 ذرات كربون، إذا 8 ضرب 12، دقيقة أفهم هاي. أوكي 12 صفر 1. فهمت. الخطاب برضو اجمع معنا، يلا عندي 10 ذرات هيدروجين، إذا في 10 ضرب 1. عندي 4 ذرات نيتروجين، إذا 4 ضرب نيتروجين بالضبط في الجدول الدوري وزنه هيها 14 14 ولا 14؟ 0067. أوكي بكفي من هذا، معتبره 14. تمام، والأكسجين 16، فاثنين ضرب 16. نعم الأكسجين هو 16 بالضبط، في عندي منه ضربتين، إذا 2 ضرب 16. بيطلع 194 اوكي اذا المجموع فاصل هنا 11 هو اي ام جرامز. يو، ليه؟ لانه احنا طالب بدنا مني مولكيولار ماس. مولكيولار ماس و AMU. صحيح، قديش ماريا؟ 194 فاصل 11. شكرا. عفوا، مرة ثانية، لو طلب مني مولر ماس للكفائين نفس الرقم، لكن شو بحكي؟ بالجرام بير مول. طيب شوف هذا المثال، هذا السؤال أو هو مثال. الميثان is a principal compound of natural gas. بقول إنه الميثان هو عنصر أساسي في الغاز الطبيعي. How many mole of methane are there in 6.7% جرام ميثان؟ إذا في عندي أنا 6.07 جرام of CH4، كم من مول، عدد المولات كم؟ طبعا هذه عبارة عن الكتلة. رغد تفضل. أول حاجة شو بنطلع هو أكتب رغد؟ المولر ماس أو اللي هي عنا سي سي وأربع اتش مرات 4 اتش، اللي هي اللي هي عبارة عن 12. كربون وأربعة ذرات اتش، عندي 12 تقريبا، خلاص 12 زائد من أربعة عندنا، اللي هي واحد ضرب أربعة. و4 ضرب 1، اوكي اذا 16، مع ان حكينا مولر ماس، اذا جرام لكل مول. طبعا وبعدين هذا نقسمهم، نقسم اوكي، 6.07 نعم على بدي 16. عدد المولات، هي الكتلة المتوفرة عندنا على الكتلة المولية، بطلع عدد المولات اللي هي 6.07 على 16 تمام. بأدينا 0.37 جرام.
نعم، اللي هي تقريبا 37% أو 38% مول ميثان. شكرا. السؤال هنا، how many hydrogen atom are there in 25.6 جرام من اليوريا؟ لاحظ انه في عندي 2.5 جرام يوريا. روعة، كنت رافع ايدك. طيب خليك معي. دكتور. اوكي، اليوريا هي ال NH2 الفل 2 CO which is used in fertilizers، تستخدم في الأسمدة الكيميائية، in animal feeds في تغذية الحيوانات، برضو بتدخل في أعلاف الحيوانات، and in the manufacture of polymers، يعني اليوريا برضو بتدخل في صناعة البوليمرز، وبرضو في الكوزمتكس. ضيف هذه المعلومة. The molar mass of urea is 60.6 جرام. أنا لنفرض إنه مش معطيني كم المولر ماس لليوريا، ماشي؟ كيف بنقدر نحسبها؟ المولر ماس طبعا انها هو معطيني اياها 60.06 جرام. كيف نقدر نحسبها؟ عفوا، مين معي؟ نسيت انا مين معي. روعة روعة. روعة، تفضل يا روعة. ننتقل من الجدول لكل عنصر ونضربها بعدد نعم، الذرات اللي موجود فيها ونوصل احسن. للمركب. اللي هي قديش انت نيتروجين؟ 2 2 نيتروجين. قديش عندي هيدروجين؟ 4 4 4 هيدروجين. قديش عندنا كربون؟ واحد واحد. والأكسجين واحد. والأكسجين؟ واحد. 2 إذا في اليوريا، في هذا الجزء المركب، هذا المركب بيحتوي على كم ذرة هيدروجين؟ 4 أحسنت. إذا أول شيء بطلع على عدد المركبات، بعدين بطلعهم، بحسب 12.01. طبعا هنا 0.08، وهنا 0.03، وهنا 1 ضرب 16، فتطلع تقريبا هذا الرقم. تمام. إذا بطلع كم من جزيء عندي هنا، وكل جزيء بيحتوي على 4، إذا بضربه في عدد الجزيئات. تمام. طيب الآن بقدر أحسب عدد مولات المادة اليوريا، إنها الكتلة على المولار ماس. قديش الكتلة عندي؟ 25.6. قديش المولار ماس؟ 60.06. طبعا بيطلع كم من مول يوريا عندي؟ بيطلع 0.42.0.42. نعم، 0.426 تقريبا. أوكي. طيب الآن لاحظوا إنه عدد المولات من أي مادة هي عدد الذرات على عدد أفوكادرو، هذا للعنصر. لكن لأنه إحنا بنحكي جزيء، هذا بده يكون مولات المركب، ماشي؟ في هذه الحالة، إن هذه أقدر أعتبرها ذرات ولا جزيئات؟ شو بتعتبرها؟ عدد جزيئات. لو كانت عنصر شو بعتبرها؟ ذرات. تمام؟ ذرات فإذا إن اللي هي هنا باعتبار عدد الجزيئات، شو بتساوي؟ عدد المولات في عدد أفوكادو. طيب كيف أنا أطلع إن اللي هي عبارة عن عدد ذرات عنصر في جزيء؟ راح تكون هي عبارة عن إن في عدد أفوكادو، لكن لازم أنا إيش أطلع على الصيغة. قديش لاحظنا إنه في عندنا هيدروجين إحنا؟ قديش؟ 4 أربعة. إذا 4 هنا
بده يكون عندي ضرب إيش؟ ضرب رقم اللي هو 4، تمام؟ في 4، هذا الفرق عندي، فهمتوا كيف؟ أستاذ ليش اخترت الأربعة؟ ليش مش رقم ثانية؟ الجزيء الواحد من النيتروجين، من الهيدروجين، قديش عندي؟ بيحتوي على كم هيدروجين من اليوريا؟ أوكي 4، وهو ساعدني عن عدد ذرات إيش؟ الهيدروجين. طيب السؤال إليك، لو قال لي عدد ذرات نيتروجين مش الهيدروجين، إيش بالضبط ساعتها بالرقم؟ بنطلع على النيتروجين اللي هي 2، أحسنت. لو قال لي عدد ذرات الكربون، 1. أحسنت. إذا هنا بنكمل، بدي أنا N اللي هي عدد الهيدروجين أتومز في اليوريا طبعا، اللي هي 4 ضرب عدد المولات ضرب عدد أفوكادو، وتساوي 4 عدد المولات قديش؟ 0.0. قبل شوي أخذنا 42 4 2 6، ضرب عدد أفوكادو اللي هو 6.022 في 10 هو 23. الجواب هين بكون أتومز إيش أوف الهيدروجين. هي 1.03 في 10 هو 24، تمام؟ لو حكى لي مثلا بده عدد ذرات، عدد النيتروجين أتومز إن، نفس السؤال، 25.6، 25.6 جرام يوريا. طبعا نفس الحسابات، هنا بتصير عندي عدد، عفوا، احنا هو معطيني انه اليوريا ال NH2 الكل 2 CO، تمام؟ شو بنلاحظ؟ بنلاحظ انه الجزيء الواحد بيحتوي على ذرتين نيتروجين، اذا بدي انا عدد النيتروجين اتومز هذه الحالة الرقم هنا بده يكون 2 ضرب ان ضرب عدد أفوكادرو عدد المولات، بتوجدوه بنفس الطريقة اللي وجدنا فيه الفرع الأولاني، واضح؟ تمام. نعم دكتور. طيب نيجي للماس سبكتروميتر. الماس سبكتروميتر هو سيت اب يوزد تو ديتيرمين ذا نمبر اند ذا بيرسنتج اباندنس اوف ذا ايزوتوب، يعني بعطيني عدد الايزوتوبس ونسبة تواجدهم. الجهاز الحديث اليوم بعطيني رسمة زي هذه، عدد البيكس المنحنيات هنا 1، هي هذه 2، ملاحظين 3، هذول بدلوا انه في عندي 3 نظائر للمادة اللي احنا حقناها في الجهاز. طبعا هذه المادة هي النيون، هي شوف 1، هي 2، هي 3، اللي هم عدد البيكس. هلا كيف اعرف البيرسنتج اباندنس بينهم؟ المساحه تحت المنحنى بتكون البيرسنت اباندنس للنظير، فبنلاحظ انه في عندنا نظير من النيون نسبه تواجده 90% او اكثر، 90.91%، اللي هو نيون 20، ثم نيون 22 اللي هو نسبه تواجده، مش قادر اقراها، يعني بخط صغير كثير، نسبة تواجد 8.82%. بنلاحظ إنه ظل نيون 21 نسبة تواجده أقل أو حوالي 0.25%، اللي هي 26%. في البداية كانوا فكروا إنه هذا عبارة عن نويز من الجهاز، يعني تشويش، لكن الحسابات طبعا مجموع الايزوتوبس لازم إيش يكون؟
100. فالأجهزة الحديثة اللي هي الريزوليوشن إلها أحسن، وضحت إنه مش خطأ في الحساب، وإنما في هذه البيك اللي هنا طلعت هي حقيقية لنظير النيون 21. هسا الجهاز عبارة عن إيش؟ تيوب زجاجي مفرغ، في له فتحة من الطرف من هنا بتدخل العينة على شكل غاز، بتعطيها بتسخنها عن طريق فيلمنت، تمام، وبتعطيها إلكترون بيم، بتاخذ هالإلكترون بيم خلال مسار بحيث إنها تاخذ الشعاع منه، بتدخلها على بليتس فيهم فتحات صغيرة. التيوب الزجاجي منحني في منطقة الوسط، لما يوصل الشعاع البيم الأيون بيم في منتصف الجهاز بشغل المجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي بسبب انحراف هذه الأيونات تصطدم بغشاء هنا اللي هو حساس للصدمات، الصدمات عدد الصدمات بتناسب مع نسبة تواجد النظير. الشغلة الثانية شدة الصدمات تناسب مع ال percentage abundance. فاليوم طبعا هذا بدل الغشاء الحساس هنا يعني بحطه، أو السكرين الحساسة بتقدر تحولها إلى رسمة زي هذه اللي هي عبارة عن مساحة مع الأتوميك ماس للنظائر. بيظهر عندي بيكس 3 مثلا، معناته في عندي 3 ايزوتوبس، نسبة تواجدهم هي لكل نظير المساحة تحت المحانة. طبعا هنا انحراف النظائر بيكون انه النظير الاثقل بروح عند ايدنا اليمين، والنظير الاخف واللي بنحرف عند ايدنا الشمال اللي هي داخل الكربان حسب قانون الطرد المركزي. فمشان هيك انت بتلاحظ انه هنا النظير 22 اجى في الاخير، وهنا نظير 20 اللي هو اخفهم وزنا دخل المنحنى، اذا بدنا نلاحظ هيك. طبعا الجهاز هذا مش للحفظ وانما للفهم، انه ونفهم هذه العبارة، تمام، ونفهم شو معنى هذا الشكل. في الحقيقة الجهاز بيكون زي هيك، تمام. خلينا نجاوب هذا السؤال: How atomic and molecular mass are determined؟ باستخدام الماس سبكتروميتر، تمام. المحاضرة القادمة راح ناخذ البيرسنت كومبوزيشن باي ماس وعلاقته مع الامبيريكال فورمولا، ثم علاقة الامبيريكال فورمولا بالموليكولار فورمولا. لكن بدي اخذ انا الان حضور الرياض، بخليكم شوي.